السؤال الأخلاقي والسؤال السياسي، كيف يمكن تحويل الضحية المقتول أهل القتيل إلى قاتل؟ يعني هيدي استراتيجية إسرائيلية قديمة جدا، ضربني وبكى سبقني واشتكى. هم اليوم يتهموننا بالآخر بالإعلام العربي الممانع بشكل عام أنه نحن من يشجع على القتل بينما نحن المقتولين. هذه مفارقة خطيرة جدا يا أستاذ بير. في الأول قالوا لنا ما تقولوا يهود، في الأول قالوا ما تقولوا يهود، هاي عنصرية وهاي لا سامية. قلنا نحافظ، طيب بنقول شو؟ بنقول الصهيوني. بعدين أجوا قالوا لا يا أخي ما تقول الصهيونية كمان، هذه ضد يعني معاداة السامية. قلنا أنا خلاص بلاش يا سيدي معاداة، بدناش نعاد السامية وبدناش نقول الصهيونية. الأمر الثالث قلنا لهم إيش نقول؟ طيب قلنا إسرائيل. طيب إحنا بننتقد العالم كله، ما خلينا لا أمريكا ولا فرنسا ولا سريلانكا ولا شيء إلا انتقدنا. طيب إلا إسرائيل ممنوع تقولوا إسرائيل، لأنه هاي إسرائيل هذه لا سامية. والله تحيرنا معكم. بعدين الآن بيجي بقول لك إرهابي. يا أخي أنتوا أساس الإرهاب في العالم، أنتوا اللي يعني مناحم بيجن وشارون وكله وبن غوريون، ما هذا ارتكبوا جرائم في 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 حق الإنسانية. إحنا الضحية، صرنا الإرهابيين. وبعدين الشباب فيها اللي بينفذوا العمليات. يا أخي طيب إيش بدكم إيانا؟ أستاذي نحن بنحييك وبنحيي شجاعتك، وبنقول لك انه ما في زوم، بنقول لك انه كلنا بالميادين وكلنا بالعالم العربي متضامنين معك وبنحيي شجاعتك. شكرا انه اعطيتنا هالدقائق من وقتك، وبالتوفيق لانه المعركه طويله وصعبه رح تكون.